أفريقيا قارة مفعمة بالحيوية وهي غنية بالموارد الطبيعية والفرص. عندما كنت متطوعة في إثيوبيا، لاحظت أن المجتمعات المحلية تفتقر إلى التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن منطلق أملي في حل هذه القضية، استلهمت صناعة الحقائب اليدوية من جلود الأغنام المحلية. لم أكن أريد استخدام المواد المحلية فقط، بل أردت أيضاً الإنتاج محلياً. نحن نكافح للمساهمة في المجتمع المحلي عبر عملنا بالاستفادة من الأساليب الحرفية التقليدية للمجتمعات المحلية. بفضل عملي هنا، أنا أتعلم الكثير من الأساليب، وبالدخل الذي أحصل عليه أساعد أسرتي ونفسي. أعمل هنا منذ 4 سنوات، وأنا فخور بأن المنتجات التي أصنعها تباع في جميع أرجاء العالم. إن نموذجنا للعمل التجاري النزيه يعزز العلاقات بين البلدين ويدعم معيشة الناس في إثيوبيا. أغادير منطقة شبه قاحلة، ويبلغ متوسط كمية الأمطار فيها سنوياً 250 ملم. نبحث دائماً عن أساليب لتقليل كمية المياه المستخدمة في الري وتحسين الإنتاج. إن مادة بورس ألفا تقنية يابانية للتربة تصنع عبر خلط مسحوق نفايات الزجاج معد التدوير مع كربونات الكالسيوم، وعندما تضاف إلى التربة يصبح بالإمكان تقليل كمية مياه الري بنسبة 50%. 70% من خضروات المغرب تنتج في هذه المنطقة، ولذلك فهي تؤثر تأثيراً مباشراً على أنشطة الري في البلاد. تستهلك أشجار الحمضيات الكثير من الماء، ولذلك ستساعدنا بورس ألفا بالتأكيد، لأن ترشيد استخدام الماء عامل رئيسي في الاستدامة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى عمل أفضل للمزارعين.